مستر مارسيل كولر والدكتور خالد الجوادي قام باعمال الترجمه. في البدايه بنهنيه التاهل لدور المجموعات، خطوه مهمه جدا نحو الاحتفاظ باللقب للمره الثانيه وبطوله غاليه على جمهور النادي الاهلي للوصول للقب 12. يقول النهارده على المباراه والمكاسب العديده غير التاهل كمان. رأيه النهارده في المباراه والمكاسب العديده النهارده غير التاهل كمان من اشراك عدد كبير جدا من اللاعبين. عندنا قائمه كبيره من اللعيبه. مهم جدا لان احنا عندنا ماتشات كتير جدا. احنا شفنا الموسم اللي فات. War mir mental und körperlich war mir müde, aber wir haben sehr viel erreicht. Und das wird jetzt auch in diesem Jahr hoffentlich wieder so sein, dass wir wechseln müssen, dass Spieler Pause bekommen, dass andere kommen und dass wir eigentlich Vertrauen in alle haben. Und das haben die heute jetzt auch gezeigt, die reingekommen sind oder gespielt haben. Haben ein sehr gutes Spiel gemacht und von daher sind wir froh, dass das Ergebnis dann auch so hoch und so klar ausgefallen ist. احنا السنه اللي فاتت شفنا ان احنا في اخر الموسم كان عندنا ماتشات كتير جدا، بقى في اخر الموسم كان في حاله ارهاق سواء بدني شويه لكن الاكثر كان ارهاق ذهني في اخر الموسم، فالارهاق ده بيحتاج منك لازم التدوير. فانا بهتم جدا بعمليه مشاركه جميع اللاعبين، ما عنديش لعيب اساسي ولاعيب احتياطي. احنا شفنا النهارده ان انا بشارك اغلب اللعيبه بتتشارك، ما فيش حد بيبقى قاعد لان احنا داخلين كمان على ضغط ماتشات كبير جدا، لازم ان انا من حين لاخر في اصابات في لعيبه بتتعب، لازم ادي كل اللعيبه، لازم يبقى عندي كمان الثقه في كل اللعيبه ودي فعلا عندي، وهم قد الثقه دي. النهارده ادوا بشكل ممتاز جدا كل اللي شارك النهارده وعملوا كمان نتيجه كبيره، فده اسعدني كتير. لكن احنا فكره التدوير فكره مهمه جدا عشان نقدر نكمل موسم صعب وطويل زي الموسم بتاعنا ده. التعامل مع الضغط دوت، واحنا كنا متعودين دايما مع مستر كولر من ساعه ما جه انه كان دايما بعد ثاني يوم الماتش في ريكفري، ودلوقتي من اول الموسم بقى في ريكفري المجموعه الاساسيه والمجموعه اللي ما بتشاركش تعمل مباراه وديه مطعمه طبعا بعناصر من قطاع الناشئين. يعني حرصوا على دوت بدايه الموسم دوت خاصه مع الضغط. Das nach dem Spiel, am ersten Tag nach dem Spiel, haben sie immer Recovery gemacht. Jetzt Regeneration. Jetzt hören wir, dass die eine Gruppe macht Recovery, die gespielt haben, die andere Gruppe macht ein internes Spiel dann auch mit dem Nachwuchs. Ist es neue Planung oder? Ja, nein, das ist natürlich am Anfang einer Saison, wo man, wir haben ja nicht jetzt optimale Vorbereitung gehabt. Die war eigentlich zu kurz. Normalerweise braucht man längere Zeit. Und jetzt müssen wir aber schauen, weil die Spiele, wo es um etwas geht, haben schon angefangen. Und ein Spiel haben wir ja schon verloren im Supercup. Und das ist wichtig, dass wir eben rein das Training nur, hat nicht diese Intensität wie die Spiele. Und dass wir natürlich so schnell wie möglich in einen guten Rhythmus kommen mit allen. Dass nicht nur die, die jetzt da spielen, einen hohen Rhythmus haben, sondern die, die dann auf der Bank sind und vielleicht nur 20 Minuten reinkommen, dass sie auch einen hohen Rhythmus haben und dass wir dann eben auch so rotieren können und aus dem Vollen schöpfen können. الموسم ده ظروفه مختلفة شوية لأن فترة الإعداد الموسم ده كانت قصيرة، ما كانتش أحسن حاجة لأنها كانت وقت قصير جدا بسبب ضغط الماتشات وبداية البطولات، فده أدى إن إحنا ما كناش اللعيبة لسه ما كانتش جاهزة. ده شفناه في أول ماتش لينا اتغلبناه اللي هو ماتش السوبر، فده بسبب ان احنا كانت فتره الاعداد كانت عايزه تبقى اطول من كده. عشان اعوض ده ببدا ان انا اعمل ماتشات التراي جيم دي، بعملها عشان خاطر اعلي الريتم بتاع كل اللعيبه سواء اللي بيشارك او اللي كمان ما بيشاركش، عشان بسرعه اقدر ان انا ادخل اللعيبه في ريتم الماتشات وشده الماتشات، لان الماتشات شدتها مهما كان اعلى كتير جدا من شده التمرين. فده مهم جدا ان انا بستخدم الماتشات دي دلوقتي عشان ارجع ريتم الفرقه واللياقه بتاعت الفرقه، ادخلهم باسرع وقت في الريتم بتاعنا سواء اللعيبه اللي بتشارك او اللعيبه اللي بتلعب تلت ساعه بس او اللي بره خالص، لان انا عايز القايمه كلها جاهزه طول الوقت وباسرع وقت. الكلام اللي قاله مارسيل كولر ده بيترجم لنا في كلمه واحده فقط لا غير، التخطيط. مارسيل كولر واضح جدا بعقده مقارنه مع الموسم الماضي ان هو عارف ازاي يواجه الموسم ده. مبدئيا هو طبعا هزر على فكره البطوله ال 12، قال احنا لسه بادئين الموسم فهنتكلم دلوقتي على طول كده في البطوله 12، لكن لما راح لفكره التدوير والروتيشن قال كلام مهم جدا بيصل رساله لكل اللاعبين. انا ما عنديش لاعب اساسي ولاعب احتياطي. انا اللعيبه اللي عندي قادره انها تعبر عن نفسها وبشكرهم النهارده لانهم ادوا اداء متميز ونتيجه ممتازه.
ده شيء ايجابي جدا، وده رساله لكل لاعب في النادي الاهلي. مفيش فرق بينك وبين اي لاعب بيبدا المباراه، انت في النادي الاهلي، انت مع مارسيل كولر، انت لاعب اساسي. فكرتك فقط لا غير انك لما تنزل تقدم اللي عليك وتثبت كفاءتك بارتداء تيشرت النادي الاهلي. فده شيء ايجابي جدا ان هو اتكلم عن القائمه اللي عنده والثقه اللي بينه وبين اللاعبين. النقطه الثانيه اللي بتقول لك يعني ايه تخطيط، هو لما اتسال عن فكره التدريب وبدا يغير من فلسفته وبدا يلعب مباريات وديه ما بين اللعيبه اللي بتشارك عدد اقل من الدقائق في المباراه تاني يوم المباراه، واللعيبه اللي ما شاركتش في مواجهه مع فريق مطعم من قطاع الناشئين. ليه راح للسكه دي؟ راح للسكه دي لاسباب متعلقه، اولا بفتره الاعداد اللي اتكلم عنها ما كانتش كافيه لطول موسم الماضي، ده رقم واحد. رقم اتنين ان نهايه الموسم الماضي اللي كان بيسعى فيه مارسيل كولر لتحقيق ارقام قياسيه غير مسبوقه في الدوري العام، حس ان اللعيبه بدنيا وذهنيا معدلاتهم انخفضت، فبالتالي انا محتاج اغير في فلسفتي. بدات منين تغيير الفلسفه دي؟ من فكره كارلوس برينجر، الراجل اللي بيشتغل على اللعيبه اللي ما بتلعبش بشكل اساسي لتطوير مستواهم عشان يبدا الريتم يعلى بكل اللاعبين. وده شيء بيقول لك حاجه مهمه جدا، ان الراجل ده بيخطط كويس، بيشتغل كويس، النتائج والتوفيق دي حاجه من عند ربنا، لكن مهم جدا كمدير فني ان انت تبقى متمكن من ادواتك وقادر ان انت تستغل او تستفيد من السلبيات اللي حصلت الموسم الماضي. انا شايف ان مارسيل كولر قادر يشتغل على ده فارس الموسم الجديد، قادر ياخد مقارنه او يعقد مقارنه مع الموسم الماضي ويشوف بعض السلبيات اللي قابلته وازاي بيعالجها في الموسم الجديد. لا، هو مارسيل كولر عنده الفلسفه بتاعته الواضحه، ما قالكش يعني ايه المشكله مثلا فتره الاعداد صغيره، ما مانشستر سيتي مثلا فتره اعداده كانت صغيره. لا هو مش هتلاقي التصريحات. الراجل اشتغل فعلا بشكل علمي، حاول يعوض فتره الاعداد اللي ما لعبش فيها عدد المباريات المناسبه. دخل يا جماعه تدريجيا، عايز اقول لكم حاجه، ماتش السوبر ده لو كانت لعب في اي وقت تاني بعد بس ما انت لعبت جولتين مثلا من الدوري، انسى، يعني كنت هتشوف حاجه مختلفه تماما. لا، وحتى في تفاصيل الماتش يا فارس، لو انت وفقت في ركله الجزاء اللي في الدقيقه 16 طبعاً، انت خلاص كان الجيم انتهى. هو انا بعيدا عن التفاصيل التحكيميه المباراه، انا ما كنتش راضي عن النادي الاهلي على المستوى البدني كمان خصوصا في المباراه دي، وده رايي. السبب فيه ان انت دخلت وانت يعني التراي ماتش ما كانش فيه مباريات بالقوه ان انت تيجي تصطدم بفريق يعني راس ماله البدني واسامه كان عالي بالشكل ده، فالاتحامات السوداء، لكن حتى مع كل ده في اسوء ظروفك طبعاً كنت تقدر تحسم البطولة. طبعا، ولكن كولر كمان، كولر يا جماعه عنده اختبار صعب، ويمكن اسامه بيقول هو راضي عن فكره تخطيط كولر، واكيد ده احنا كلنا لامسين، ولكن للامانه اختبار صعب جدا السنه دي. انا بشوف ان عدد التلاحم ما بين البطولات، هو مش انا بشوف، هو ده واقع، لم يحدث في تاريخ النادي الاهلي ان انت كان عندك عدد البطولات ده في موسم واحد. يعني اكيد الموسم اللي فيه دوري وكاس اساسي وافريقيا ما كانش عندك فيه السوبر ليج الافريقي، بطوله مستحدثه. اكيد لو عندك حتى بطوله تانية مثلا وقتها بطوله عربيه، ما كانش عندك كاس عام الانديه. فانت كم مع بقى استحداث الرابطه مع الحاجات دي كلها، فانا بشوف ان الموسم ده هو أصعب موسم في تاريخ النادي الأهلي من حيث عدد البطولات اللي هيخوضها. فبالتالي محتاجين نشوف هيتعامل كولر إزاي. عنده بداية، عنده استراتيجية، ولكن أنا بقول الموقف صعب، وحيبان مع الوقت ومع تلاحم المباريات ومع بداية اللعيبة اللي يبان عليها حتى مهما عملت روتيشن، لأن كولر بدأ يعني غير حتى بعد المفاهيم. يعني أنت قبل كده كنت اكيد بتستغرب زي ان معلول ما بيريحش، يعني اغلب الوقت في مباريات تقول انا محتاج اشوف معلول بقى على الدكه في المباراه دي، فتلاقي كولر بيكلمك ان معلول عامل زي الترس الاساسي في الماكينه اللي هو ما بيجيش جنبه. ولكن اهو بوادر مختلفه، فطبعا القايمه والسكواد التنوع اللي فيه السنه دي يساعده، فهو عنده معادله عامل زي الجراح اللي في اوضه العمليات ومعاه مشرط. فبجد الموسم ده يا جماعه الذكاء فيه خارج الخطوط لا يقل عن الذكاء داخل الخطوط ابدا، يعني الامور الفنيه لا تقل خطورتها عن الامور اللي هي بره الملعب واجاده تدوير السكواد واجاده وضع الاستراتيجيه. كمان كولر كان عنده يعني قيس بقى ده على الكلام اللي كان بيقوله قبل كده، قصه مواعيد البطولات ومواعيد المباريات، فتعالى شوف كولر قال فيه ايه ونرجع نعقل.